السلام عليكم. الحصاد العسكري للعام 2016، العام الذي شهد تحولات عسكرية في اليمن وتغيرات في موازين القوة على الأرض بين الشرعية وقوى الانقلاب، بين الجيش الوطني الذي تمت إعادة بنائه وبين الميليشيا بكافة أشكالها. كانت أبرز محطات الأحداث العسكرية عملية التحرير الواسعة في تعز وخصوصا الجبهة الغربية، وتحرير قطاع واسع من نهم، واقتراب الجيش من تخوم صنعاء، وكذا تحرير مركز محافظة الجوف، وفتح العديد من الجبهات العسكرية في كل من ميدي وصعدة، واستكمال تحرير عسيلان بشبوة. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، حقق الجيش الوطني والأمن في كل من عدن وأبين وحضرموت تقدما ملحوظا، استطاع من خلاله تثبيت حضور الدولة في العديد من المناطق المحررة. غير أن المعركة العسكرية بين الجيش والانقلاب تعيد إلى الأذهان الجولات العسكرية التي خاضها الجيش في مواجهة ميليشيا الحوثي، وتعرض حينها الجيش بكبريائه للخذلان والانكسار قبل أن يلتئم الجيش أو أن يلملم الجيش شتاته ويخوض معركة استعادة الاعتبار والكبرياء والدولة. حول الحصاد العسكري لعام 2016 وتغير موازين القوة على الأرض، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو العميد ركن عسكر زعيل. أهلا بك سيادة العميد. مرحبا. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. عام آخر ينقضي وثالث يوشك أن يحل، ولا تزال اليمن في مهب الصراع. معركة مصيرية تخوضها الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية، بينما يصر الطرف المنقلب على التشبث بخيار التمرد. يسدل العام 2016 ستاره على أحداث صعبة، وحده الشعب اليمني دفع ثمنها ولا يزال من أمنه ومعيشته ومستقبله أيضا. على الصعيد العسكري يزداد الجيش الوطني فتوة وقوة، ويكبر بفعل الإقبال المستمر لشباب المشروع الجمهوري، وأصبح أقوى بدمج المقاومة الشعبية إلى قوامه العسكري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تجنبا للملشنة، وحتى لا يبقى السلاح خارج إطار الدولة. بات الجيش الوطني اليوم على مرمى حجر من مطار صنعاء بعد تدشين معركة التحرير انطلاقا من نهم، أكبر مديريات محافظة صنعاء، في أغسطس الماضي. بعدها بأيام أنجز الجيش الوطني تحرير محافظة الجوف، رابع أكبر المحافظات مساحة، بينما لم يبقى من محافظة مأرب إلا الأطراف الجنوبية من صرواح. في الشمال الغربي يحافظ الجيش الوطني على مكتسباته العسكرية بتقدم طفيف في ميدي وحرض، بانتظار الدعم اللازم للتقدم نحو تهامة التي تعتبر ثاني أهم معاقل الميليشيا وأهم مواردها. وفي تعز شهد العام 2016 معارك كر وفر بين المقاومة والميليشيا الانقلابية، بلغت أوجها في سبتمبر الماضي بنجاح المقاومة بإسناد من طيران التحالف في كسر الحصار وتحرير أغلب أحياء المدينة عدا الحوبان وبعض الجحملية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة في بعض مديريات الريف كالصل وصبر ومقبنة وحيفان. بالتوازي يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية في شبوة، حربا ضروسا لتحرير آخر معاقل الميليشيا في بيحان وعسيلان اللتان تعتبران أهم خطوط الإمداد لتهريب السلاح للميليشيا في صنعاء. وفي جارتها البيضاء تراوح المعركة بين المقاومة الشعبية وبين الميليشيا، رغم شح الدعم وقلة الإمكانات، ولا يزال الصمود هو العنوان لأبطال الجمهورية فيها. في اتجاه آخر لا تزال المعارك مستمرة لدحر الميليشيا في يعيس ومريس وبعض قرى قعطبة في محافظة الضالع، وهو ما عليه الحال أيضا في المناطق الشمالية من محافظة لحج في كرش والشريجة. عموما يبقى منسوب التفاؤل مرتفعا مع كل تقدم يحرزه الجيش الوطني في أي من الجبهات، وتنتظر جماهير الشعب ساعة الصفر لمعركة تحرير العاصمة التي بات الجيش على مشارفها. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا عضو الوفد الحكومي في المشاورات العميد ركن عسكر زعيل وبالضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. إذا ما بدأنا معك سيادة العميد بالحديث عن عام 2016 وما شهده من تغير في موازين القوى ويعني تحولات في الصعيد العسكري، ما كانت أبرز هذه المحطات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أخي العزيز أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، كما أوجه عبر قناتكم الرائعة والجميلة التي تتبنى قضايا اليمن من أولها إلى أخراها، أوجه تحية إعزاز وإجلال وإكبار إلى كل المرابطين الشرفاء على
على تخوم الجبهات في كل مواقع الشرف والبطولة، وكذلك أيضا تحية إجلال وإكبار وإعزاز صقور الجو الذين يقدمون أروع وأنصع الدعم المقدم لأبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في كل مناطق الجبهات. في الحقيقة أخي الكريم، لو نظرنا حقيقة إلى موضوع ماذا كنا وإلى أين وصلنا، لو وجدنا أن الإنقلابيين وصلوا إلى أبواب عدن، ولو وجدنا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانت في 2 كيلو متر مربع أو 4 كيلو متر مربع في مأرب تقاتل فقط، وكان الإنقلابيين على وشك الإطاحة في محافظة مأرب كما وصلوا أيضا على مشارف عدن، وأيضا المعروف أنها كانت سيطرة الإنقلابيين وصلت إلى المناطق الجنوبية وإلى تعز وإلى إب وإلى كل المناطق. اليوم وفي خضم المعركة الشريفة وأيضا ذات الوجهة القيمة لاستعادة وطن منهوب، اليوم ينعكس الميزان تماما. اليوم قوات الجيش الوطني على أبواب صنعاء، اليوم عدن، أبين، الضالع، شبوة كلها أصبحت محررة، شبوة يعني تكاد تكون أن تكتمل هذه الأيام، مأرب، الجوف لم يبقى إلا القليل والقليل يعني جدا، تعز يعني نسبة ما تم تحريره في المدينة يصل إلى 75%، أقول كمدينة تعز. ولذلك لو وجدنا أنه التحولات، نحن كنا في بداية عام 2017 يعني أو 2016 يعني معذرة 2016، هذا العام جاء ليتحول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قضية الدفاع إلى قضية الهجوم، من قضية أنه كان يدافع على أبواب عدن ويدافع في الضالع ويدافع على أطراف أيضا مأرب وعلى الجوف، تحول مباشرة. وهذا التحول لم يأتي من فراغ، بدأ تكون أو لا أقول تكون، بل بدأ استعادة هيكلة الجيش الوطني الذي كان قد انقسم أساسا، كان قد انقسم أساسا، وأصبح الجيش الوطني كله يعني خارج إطار يعني منظومة يعني قيادة وزارة الدفاع، أو كمنظومة موحدة مهيكلة مرتبة، وأيضا موضوع الولاءات ربما لمن ومن بقيادة. نعم أنا أقول كقيادة، كوحدات عسكرية مهيكلة تبدأ برئاسة هيئة وزارة الدفاع، ثم رئاسة هيئة الأركان العامة، ثم منظومة الهيكلة التي هي هيكلة وزارة الدفاع. الهيكلة هي في الأساس موجودة كمنظومة، لكنها فعلت من منظومة، أقصد كانت على الورق، فعلت إلى منظومة على واقع الأرض. تشكلت قيادة رئاسة الأركان العامة، ثم تشكلت هيئات رئاسة هيئة رئاسة الأركان العامة، ثم تشكلت الوحدات العسكرية كتشكيل نظامي محدد تمام. لا هو استعادة، في البداية كانت تقاتل المنطقة الثالثة اللي بقيادة الشهيد الرمز اللواء عبد الرب الشدادي رحمه الله، ونعم والألوية التي كانت معه بقيادة محسن الداعري وغيره من القادة العسكريين اللي كانوا موجودين على أبواب مأرب، وكذلك أيضا المنطقة الرابعة التي كانت أيضا في عدن، القادة الذي كانوا موجود فيها، وأيضا القيادة اللي كانت أيضا موجودة في أبين وغيره، كل هذه القيادات كانت تقاتل. لكن هذه النواة بعد ذلك في 2016 بدأت تتشكل كاستعادة لمنظومة وزارة الدفاع كمنظومة حقيقية يقاتل فيها الجيش اليمني كجيش موحد مرتب. حتى الآن المقاومة الشعبية أصبح معظم المقاومة الشعبية الآن أصبح مؤطر ومنظم من ضمن قيادة ووحدات عسكرية ولم يعد. طيب سنعود إلى هذه النقطة، نقطة ضم الجيش المقاومة للجيش الوطني، لكن بعد يعني قليل. إذا ما تحدثنا عن الانطلاق أو إعادة التموضع بالنسبة للجيش الوطني من ناحية الدفاع إلى ناحية الهجوم، الكثير ممن يلاحظ على خارطة التقدمات في الأرض أن هناك جبهات في كثير من الأوقات تكون فيها جبهات مشتعلة، في وقت من الأوقات تبدأ مثلا نهم بالاشتعال تخمد بقية الجبهات. هذا الأمر يدفع الكثيرين للتساؤل، لماذا لا تكون هناك معركة موسعة على كامل التراب اليمني بحيث تشعل جميع الشبهات ويشتت بها قوى الانقلاب والشرعية قادرة في نهاية المطاف على مواجهة هذا التمدد؟ طبعا أخي العزيز، أولا لابد أن نعرف أن مسرح العمليات ليس مسرح بسيط أو عادي، نحن في إطار مسرح عملياتي كبير يبدأ في إطار منطقة الاهتمام بما تسمى في المصطلح العسكري، ومنطقة الاهتمام أصبحت هي منطقة اليمن بشكل عام، وربما أيضا المملكة العربية السعودية تعدها أن منطقة الاهتمام كلها تعد المملكة العربية السعودية واليمن. منطقة العمليات أصبحت منطقة العمليات هي هذه المناطق التي تتحدث أنت عنها، منطقة ميدي،
منطقة نهن، منطقة الضالع باتجاه الصدرين ودمت، مناطق أيضا صلواح، مناطق الجوف، منطقة محافظة تعز، هذه كلها مناطق عمليات. ولذلك لكل منطقة خطتها، ولكل منطقة تضاريسها، ولكل منطقة أقصد يعني تهيؤاتها. لا يعني أنا قد أكون القيادة اللي موجودة الآن، الأمر العمليات الذي يأتي لا يأتي أمر عملياتي لكل الجبهات أنها تنفذ عملياتها في يوم واحد أو في وقت واحد، لأن قيادة أليس هذا من مصلحة الشرعية أن يحدث ذلك؟ لا، لأنه لي أنا ظروفي في المنطقة الخامسة مثلا في منطقة ميدي تختلف عن ظروفي في إطار المنطقة الثالثة والمنطقة السابعة والمنطقة السادسة التي تعتبر في إطار منطقة الجوف ومنطقة نهب ومنطقة صرواح. هذه المنطقة الجبلية الوعرة تحتاج إلى إعداد أكبر، تحتاج إلى تجهيز أكبر، تحتاج إلى مقاتلين أيضا يعني يتم استبدالهم، أيضا يحتاج إلى إيصال المدد بالوقت المناسب والدعم، أيضا إضافة إلى هذا أيضا الغطاء الجوي لا يمكن أن أشتت أنا الغطاء الجوي، فأضع غطاء جوي في ميدي وأضع غطاء جوي في تعز وأضع غطاء جوي في نه وأضع غطاء جوي في صرواح وأضع غطاء، يعني هذا إنهاك حتى للقوى الجوية، لأن الذي يقاتلك أصلا الآن في هذه اللحظة الناس يعني المنظور الذي يراه الناس أنها معركة تقليدية، بينما في الأساس هي ليست معركة تقليدية. نحن لا نتقاتل كجيشين نظاميين تتقدم فيه الدبابات ويتقدم فيه الجيش ويضرب فيه المدفعية ويضرب فيه الطيران ويستحكم هذا الجيش على هذا الجيش. نعم. نحن الآن بما يسمى في المصطلح المعروف ربما الذي وصل إليه، نحن الآن في إطار القتال بما يسمى يعني حرب الجيل الرابع. هذا هو حرب العصابات. طيب سنتحدث على موضوع حرب الجيل الرابع، لكن نرحب سيادة العميد بالناطق باسم الجيش الوطني العميد ركن عبدو مجلي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور. أهلا بكم سيادة العميد. هذا العام على الصعيد العسكري شهد ربما خسارة الكثير من الشخصيات البارزة فيه رحمة الله تغشاهم، لكنه أيضا شهد الكثير من الانتصارات على مستوى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الكثير من الجبهات. أنتم في الجيش الوطني كمتحدث رسمي له، كيف ترون هذا العام 2016؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين. بداية اسمح لي أخي وجيه السلمان أن أتقدم بشكر الجزيل لك وشكرا للأستاذ وديع عطاء خصوصا ولكل طاقم قناة بلقيس الذين يقدمون عملا إعلاميا وجهودا جبارة في إطار إعلام الشرعية وإعلام الجيش الوطني المقاوم، وشكرا موصول والشكر الموصول أيضا لضيوفك الكرام. وبالنسبة لسؤالك فهو في غاية الأهمية، وبالطبع هناك تغيير في مختلف الموازين. كان العام 2015 و2014 بعد سقوط الانقلاب الحوثي يصور للناس على أنه أسطورة وعلى أنه الجيش الميليشيا التي لا تقهر. اليوم نحن أمام معادلة جديدة من نوع جديد، نحن أمام تقدم كثير للوطني في كل مناطق اليمن على امتدادها في الشمال والجنوب. كان الحوثي أخي لا يمر عليه 14 إلا ويسيطر على مناطق جديدة ومختلفة بدءا من عمران فصنعاء البيضاء والجنوب ومارب وتعز وعدن ولحج والضالع وأبين الشبه وغيرها. نعم. ثم بفضل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودعم طيران التحالف العربي في العاصمة صنعاء مار وبعض المناطق البسيطة، اليوم يسيطر الجيش الوطني على 83% من الأراضي اليمنية. كلها تقدم الانتصار هو بسبب التغيير في الموازين العسكرية، حيث بدأ الأحرار يقاومون الحوثي بأسلحتهم الشخصية فقط. واليوم وبعد التحالف العربي بالعتاد والسلاح والتغطية الجوية بالطيران أصبح الميليشيات الانقلابية غير آمنة حتى في ديارها، في ديارهم، في منازلهم، في شوارعهم، في بيوتهم. هم اليوم يتجرعون من نفس الكاس الذي جرعوا الشعب اليمني. والانتصارات التي حدثت في هذا العام أصبحت الميليشيات أصلا مهزومة ومكسورة على أبواب صنعاء. اليوم الميليشيات الانقلابية كما قلت أنت من سؤالك فهو بالفعل بات مدافعا ولم يعد لديه القدرة
إلا على زراعة الألغام فقط في المناطق التي يفر منها أو رمي المدنيين في تعز والمدن الآمنة بصواريخ الكاتيوشا، لكننا في مأرب نتمكن من التصدي لتلك الجوي أو الأرضي، فهو اليوم في مرحلة لا يصد عليها. الجيش الوطني يتقدم في دمت ونهم ويحرر مناطق ومواقع في شبوة، وكذلك في معقله الرئيس في معقله الرئيسي للميليشيات الإنقلابية في صعدة، فقد حقق الأبطال القوات المسلحة إنجازا لم يكن بمقدار الميليشيا أن تتخيل تلك الهزائم التي باتت تلحق به. فقد تم استكمال تحرير منفذ البقع وعلب وفي محافظة حجة، العمل العسكري على قدم وساق في ميدي، وخلال الأيام القادمة سيكون الجيش الوطني على مشارف صنعاء. طيب، هو التساؤل الذي يطرح الآن، ما الذي أخر الكثير من المعارك في أكثر من جبهة، ولماذا هناك حديث عن خذلان في بعض الأماكن؟ لماذا يحدث ذلك برأيك؟ لا يوجد خذلان، لكن الأمور تمشي على ما خط على خطط وبرامج يشرف عليها الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وكذلك نائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وكذلك بمتابعة وإعداد الأخ اللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة. فالجيوش والخطط والحروب لا تمشي إلا بخطة، والعمل العسكري يخطط له، والجيش الوطني بات اليوم مكتمل الأركان، نقوم بتخطيط وترتيب لكامل العمليات العسكرية، سواء تلك العملية العسكرية الخاطفة كتلك التي حدثت سابقا في تحرير عدن، وكتلك التي حدثت مؤخرا في بيحان وعسيلان وصرواح، أو العملية العسكرية الأخرى في تعز ونهم ودمت والضالع ومريس. لا يوجد تخاذل، إنما يوجد تقدم واندفاع إلى الأمام لتحرير كامل اليمن من هذه الميليشيات الإنقلابية الإجرامية. طيب، إذا ما تحدثنا بنقطة عن الأداء الإعلامي للقوات المسلحة والجيش الوطني، خاصة في ظل حرب تخوضها وهناك جبهات إعلامية كثيرة لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع المتحالف معهم، كيف تقيمون أداء المؤسسة العسكرية في من الناحية الإعلامية في هذا العام؟ الناحية الإعلامية نقول لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية نعتبرها قوية جدا، أولا لعدالة القضية التي يقاتل من أجلها، التي ندافع عن اليمنيين المقهورين، ندافع عن اليمنيين المظلومين. الدفاع عن هذه القضية جعل الإعلام قوي وجعل الكلمة صادقة، أما الميليشيات الإنقلابية في إعلامهم فهم يكذبون كما يتنفسون، يغيرون الحقائق ويغيرون المواقع ويضحكون على الناس بكلماتهم المعسولة، ولكن أن لهم ذلك. فإعلام الجيش الوطني قوي رغم أن الميليشيات الإنقلابية سيطرت على إعلام الدولة، وما وصل القناعات التي موجودة في الجند في الميدان في كل نواحي اليمن إلا من العمل الإعلامي الموجود في هذه الساحة. يعني هناك بعض الانتقادات حول أن في مواجهة هذه الأمور ليس هناك استغلال للتكنولوجيا الحديثة بشكل أمثل في إرسال الرسائل والتوجيه المعنوي في نهاية المطاف لجماهير الشعبية بخصوص المعركة التي تجري الآن، وهناك الكثير من الشائعات التي يستفيد منها الانقلابيون، أليس كذلك؟ طبيعة الحروب سيظل هناك شائعات ويظل هناك حرب نفسية ويظل هناك قصور لا يوجد عمل يأتي إلى الكمال، لكن أن الأمور تصل إلى مستوى ممتاز فلدينا القنوات بكاملها تقف إلى جانب الشرعية، كما أيدت الدول العربية والغربية والصديقة والشقيقة اليمن في شرعيته، فكذلك لها دور إيجابي أيضا في نقل الصورة الحقيقية عن ما يجري في الأحداث في الساحة اليمنية. إذن أشكرك المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبد المجلي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، وأعود لك سيادة العميد عسكر زعيل. كنت تحدثت على أن نوع الحرب التي يعني تشهدها اليمن مع بين الشرعية والإنقلابيين هي من الجيل الرابع، حدثنا أكثر عن هذا المصطلح. الجيل الأول معروف، أنا أقصد عندما تحدثت لك عن الجيل الرابع، الجيل الأول معروف أنه كان جيل عصر السيف والفرس، ثم جاء بعد ذلك الجيل الثاني ما هو عصر المنجنيق، حتى بدأت موضوع البندقية الكندا والغيره من هذا السلاح الذي كان، ثم جاءت بعدها الحروب التقليدية المعروفة اللي هي حروب الجيش والطائرة والمدفع والدبابة
والصدام الجيش التقليدي مع الجيش التقليدي كما حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها. ثم الآن وصلنا إلى هذا الجيل الثالث طبعا، ثم الآن وصلنا إلى الجيل الرابع وهو حرب العصابات، أو ما يعني نسميها الآن حرب العصابات، التي تعتبر حرب العصابات بالوكالة، لأن الحوثيين الآن يحاربون بالوكالة عن من يوجهونهم يعني بالمعروف، كما يحصل الآن أيضا في العراق، كما يحصل الآن أيضا في سوريا، كلها هذه حروب تعتبر بالوكالة. طيب، هذا هو يعني ما يسمى بالمصطلح وحروب حرب الجيل الرابع. طيب، هذا النوع من الحروب هل يشهد أخطاء كثيرة على مستوى التنفيذ على الأرض؟ يعني هل من سماته أو من خصائصه أن يشهد أخطاء على الأرض، أم خاصة بموضوع أن هناك احتياجات لعمليات تنسيقية كثيرة في إدارة المعركة؟ هو في الأساس حرب العصابات معروف أنها تستهدف أو يعني تهدف أولا الوصول من حرب العصابات لوصول فئة أو طائفة أو جماعة للسيطرة على بلد ما أو منطقة ما أو حكم ما، ثم بعد ذلك يبدأ تكوين يعني السيطرة على هذه الدولة. وهذا الحرب في الأساس هو ويأتي كحرب عصابات أولا، الهدف منه هو استنزاف الدولة التي يحاربون فيها أو يقاتلونها، أو كما يعني نقول الآن نحن الآن هو حرب استنزاف في المنطقة بشكل عام لإضعاف المنطقة بشكل عام كمنطقة إقليمية، بدأت على مستوى الدولة اليمنية، ثم بدأت كما أنت تلاحظ الآن على مستوى الوضع يعني بداية الوضع الإقليمي على الحدود السعودية على غيرها، وكذلك أيضا ما دار في سوريا وما دار في حلب وغيرها. هذه الحروب في الأساس هي حروب استنزاف لإسقاط دول وسيطرة جماعات أو فئات ويعني من يسوسهم على دول أخرى. لكن هذا يدفع الكثيرين من المدنيين من المواطنين اليمنيين إلى الحديث على أن هناك كان حسم سريع في الكثير من المحافظات بداخل اليمن، لكن هناك تباطؤ في الحسم بكثير من المحافظات الأخرى. هناك مثلا تعز على أكثر مثال يعني يتم الحديث حوله، وأن هذه المنطقة كانت منطقة استنزاف. لماذا تعز شكلت منطقة استنزاف دون غيرها؟ ربما أيضا هناك محافظات أخرى. أولا أخي العزيز، تستطيع أن تقول أن محافظة تعز هي محافظة مستهدفة استهداف كلي وليس جزئي من النظام السابق ومن الحوثيين. لماذا؟ لأنها أولا تعتبر خاصرة اليمن الثقافية، ولأنها تمثل عبق وعمق الحرية في الوسط المجتمعي اليمني والعقل المفكر والمدبر أيضا لكثير من المستويات على يعني على مستوى الداخل أو على المستوى الخارج في أبنائها. تشكل تعز يعني اتجاه حقد دفين في قلب وفي صدر علي عبد الله صالح ومن إليه، وذلك أيضا اتجاه إلى يعني إلى قضية الحوثيين الذين يعني عرفوا أن تعز نفسها تعتبر هي مصدر التهديد الحقيقي على معتقداتهم على أفكارهم لما يحمله أبناء هذه المحافظة من فكر مستنير يعني يوضحوه للعالم يعني في التدريس في الطب في الصيدلة في كل المجالات أصبح أبناء تعز تماما له وأبناء المنطقة الوسطى بشكل عام. أقول فوجه يعني علي عبد الله صالح والحوثيين وجهوا كل قواتهم باتجاه جبهتين رئيسيتين، الجبهة الرئيسية اللي هي باتجاه تعز الأولى، والجبهة الرئيسية الثانية باتجاهين باتجاه مأرب. في بداية مرحلة المعركة في بداية عاصفة الحزم يعني كانت تعز أقول وما زالت إلى الآن تمام هي عبق الثورة وعبق القتال، لكن هنا عندما حصلت المعركة في تعز منذ البداية ووجه الدعم بالكامل مباشرة باتجاه المحافظة، انتفضت المحافظة من أولها إلى آخرها، وكان الحوثيين في مباني الأمن السياسية، كانوا في قلعة القاهرة، كانوا في شارع 26 سبتمبر، كانوا في المرور، كانوا في كل هذه المناطق. عندما دخل الدعم بشكل قوي ووفرت الإمكانات بشكل أقوى إلى داخل مدينة تعز، انتفضت تعز في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، تحررت مدينة تعز بنسبة 75%. فجاء هنا بعد ذلك جاءت مرحلة أو حصل يعني خلال هذه المرحلة، أقولها بصريح العبارة أنه خلال ما بعد هذه المرحلة حصل هنالك فجوة في قضية الترتيب
وليس المنع. ومن المكلف بتحرير تعز يعني؟ لا، حصل هنا للترتيب في قضية إيش؟ في قضية مواصلة الدعم، لأنه في البداية في الحقيقة كان الدعم يأتي مباشرة إلى أين؟ إلى وسط المحافظة، لم يكن الدعم حينها مباشرة إلى القيادات العليا، أقول حتى على مستوى مثلا وزارة الدفاع وعلى مستوى يعني كان التنسيق مباشر مع القيادات، كانت تصل مباشرة، فكان هنالك وصول لدعم، لكن مع وصول هذا الدعم كان هنالك أيضا نوع من الإهدار، لأنك تعرف عندما تتوزع هذه القيادة يصل لها دعم، وهذه القيادة يصل لها دعم، وهذه القيادة يصل لها دعم، وهذه القيادة يصل لها دعم دون أن يرتب قيادة موحدة لكي يوزع الدعم على الناس بشكل عام ويتولى القيادة بشكل عام، تبدأ هنا إيش؟ يبدأ هنا الركون وليس التخلي، يبدأ هنا الركون، كل قائد يعني إيش؟ يبدأ في ركونه على من؟ على الآخر. فحصلت في أثناء الترتيب، وظل الترتيب ما بين شهرين إلى 3 إلى 4 أشهر خلال الفترة هذه لتصحيح الوضع بشكل عام، تراجعت موضوع التقدم في قضيه ماذا؟ في قضيه تعز تماما. الان مع توحد القياده ووجود محافظ ووجود ايضا يعني مثلا اشراف من رئيس الجمهوريه، اشراف من الفريق الركن علي محسن نائب رئيس الجمهوريه، اشراف من رئيس الاركان، اشراف من محافظ المحافظه، من قائد المحور، الان هنالك يعني تغيرات في موازين القوى، لكننا ما زلنا بحاجه الى ان يمد الدعم بشكل قوي وبشكل افضل من محافظه تعز. طيب سنكمل الحوار بهذا الخصوص وبخصوص الكثير من الملفات، لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير سياده العميد، بعده مشاهدينا نكمل الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود إلى النقاش مع ضيفي هنا عضو الوفد الحكومي في المشاورات العميد ركن عسكر زعيل. سيادة العميد، تابعنا في البرومو حديث للواء عبد الرب الشدادي رحمة الله عليه، عام 2016 شهد الكثير من الخسارات من ناحية القيادات العسكرية، لكن هناك نوع من ظهور يعني شخصيات جديدة على المشهد، ما هي أبرز هذه الأسماء التي يجب في نهاية المطاف أن يعني تركز أو أن تصنع بشكل أو بآخر كرموز للجيش الوطني في مواجهة الانقلابيين؟ طبعا ما الرموز موجودة حاليا، ليست غائبة، وهذه الرموز ليست وليدة اليوم، إنما هذه الرموز موجودة حتى من السابق، يعني من السابق قيادات موجودة الآن يعني على مستوى قيادات المناطق، كل من وجهوا الآن وأصبحوا هم قادة المناطق، هؤلاء قادة المناطق من أبرز القيادات في القوات المسلحة بل وأكفأهم، كذلك الضباط أيضا نوابهم يعني أركانات المناطق أو رؤساء أركان المناطق، رؤساء عمليات المناطق، أيضا قادة الألوية الذي الآن كل قائد لواء لم يعين الآن على أي لواء من الألوية إلا من كان صاحب خبرة وصاحب قيادة وصاحب فاعلية على المستوى الجيش الوطني، يعني قد لا أستطيع الآن أن أذكر لك الأسماء حرصا على يعني على 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 هذه الأسماء، ولا هنالك أسماء وهي بارزة يعني في الحقيقة، هي والعمل هو الذي يبرز هذه القيادة والعمل قائم في الميدان موجود. لكن أقول يعني أنه الآن مثلا يعني في قيادة المنطقة الرابعة العميد فضل حسن، الآن في يعني في 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 محافظة مأرب اللواء يعني عادل القميري، محسن الداعري، هذه الشخصيات الموجودة كلها يعني أحمد البعداني غيرهم، هذا يعني هاشم الأحمر غيره، كل هذه القيادات الآن التي برزت الآن في الميدان كلها تمثل الآن قيادات ميدانية بارزة تستطيع أن تصول وتجول في المعركة، وربما هناك الكثير ممن لا يتسع المجال لذكرهم بطبيعة الحال، خاصة أن هذه المعركة تحتاج إلى هذه هذا إضافة إلى القيادات الموجودة المساندة لهم والداعمة الأساسية لهم من قيادات المقاومة الشعبية، سواء كانوا على مستوى تعز أو سواء كانوا على مستوى يعني مأرب وصرواح ونهم والجوف وغيره، تمام، يعني تحت قيادة المناطق يعني لدى أمين الوايلي ولدى عادل القميري ولدى فضل حسن وغيرهم، كل هؤلاء القادة اللي هم يعني من أبرزهم منصور الحلق وغيره من القيادات، تمام، وفي تعز يعني عبد الحمد الصغير وأبو العباس، وهؤلاء كلهم قيادات ميدانية برزت في الميدان ولها صولة وجولة. طيب الآن الحديث عن عمليات التنسيق بداخل العملية العسكرية في اليمن، هناك تحالف، هناك طبعا جيش الوطني والمقاومة كذلك بمساندتها يساندهم، وكذلك هناك التحالف العربي، هناك شهد هذا العام بعض الأخطاء التي تسببت بسقوط مدنيين،
التحالف العربي في حالة معينة في حالة حادثة قصف صالة العزاء تحدث على أن هناك معلومات من الجيش الوطني وصلت له. هذه المسألة هل هي معروفة بالنسبة للجيش الوطني آلية التعامل، آلية إرسال المعلومات؟ هل الجيش اليمني هو من يرسل المعلومات بالنسبة للميدان؟ وهل يقوم الجيش الوطني بعمليات عسكرية جوية في الأراضي اليمنية، أم أن الأمر مكلف لطيران التحالف فقط؟ طبعا بالنسبة لقضية الموضوع المعلومات والمعلومات، هناك غرفة عمليات مشتركة، غرف عمليات مشتركة. غرف العمليات المشتركة مهمتها أن تتلقى هذه المعلومات، تتلقى هذه المعلومات. عندما تتلقى غرفة العمليات المشتركة بالأساس أو يعني من المؤكد أن يعني أقصد الجهة الرسمية اليمنية الممثلة برئاسة هيئة الأركان العامة أو وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظومتها هي المخولة في موضوع قضية يعني المعلومات وما المعلومات وإيصالها إلى من وإيصالها إلى التحالف. التحالف ولا ووزارة الدفاع اليمنية أصبحت كلها منظومة يعني واحدة مشتركة، يعني أقصد العمل عمل مشترك وليس عمل أحادي أن يعني التحالف يقوم بالضرب دون الرجوع إلى هذا أو أن يعني رئاسة هيئة الأركان العامة أو كذا، لا. إنما هذه القضية بالذات هي ما زرت محور تحقيق إلى 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 هذه اللحظة، لكن في الأساس وفي الحقيقة المعلومات تأتي عن طريق رسمي، يأتي عن طريق رسمي إلى غرفة العمليات. طيب. من غرفة العمليات إلى ترفع إلى الاستهداف، ومن الاستهداف يتم تنفيذها، لكن في الحقيقة يتم التأكد والتحقق. أما كونها لا يحدث أخطاء فهذا من المستحيل أن لا يحدث أخطاء في حروب، حصلت كوارث في حروب عالمية. صحيح. وليس في طيب. وانما هذه شماعه علقت حقيقه. انا قد انبه في هذا الجانب بالذات بالتحديد في هذه النقطه بالذات، يعني هذه المعلومه بالذات في الحقيقه انه انا شخصيا قناعتي الشخصيه ومن خلال ما اتطلعه، لا اقول هذا وارد في التحقيق وانما اقول من خلال ما اعرفه انا، انها هذه المعلومه وامثالها تسرب عن طريق علي عبد الله صالح ومن يلي علي عبد الله صالح، تسرب وتفبرك، تعرف قضية الفبركة، لتأتي للمصادر أحياناً الذي يوصلون المعلومات على هيئة معلومة مهمة ثم إيش تنقل، ويتم حقيقة التأكد في كثير من الأحيان يتم التأكد، لكن قد تحصل أخطاء فيها. طيب في العام 2016 كان هناك حديث كثير عن موضوع دمج عناصر وأفراد المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، إلى أين وصلت هذا الملف في هذا العام؟ هذا أسند بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضم عناصر المقاومة على الجيش الوطني. كل من قاتل وكل من لديه الرغبة في الالتحاق بالجيش الوطني يتفضل، وهذا القرار يعني نفذ كثير منه، والتحق بعضهم في المنطقة الرابعة في عدن، التحق بعضهم في المنطقة الأولى، التحق بعضهم في المنطقة الثالثة، وما زال إلى الآن يعني كجانب رسمي لمن أراد. ليس قضية، ليست عملية إجبارية، لكن من هو مقاتل ضمن مقاومة شعبية وأراد أن ينضم فقرار رئيس الجمهورية مفتوح ومتاح لأن يتفضل ويضم على قضية. طيب الجيش هل الوطني. سيأتي يوم الذي يعني يصدر القرار في أن العمليات العسكرية لن تتم إلا بوجود جيش وطني، وليس هناك يعني ما يمكن أن يدرج تحت إطار المقاومة الشعبية في يوم من الأيام، أم أن الأمر سابق لأوانه الآن؟ المعروف والمتعارف عليه عالميا في أي جيش من جيوش العالم أنه لأي جيش من يسنده من القوى الشعبية، أي جيش في العالم لابد أن يسند بما نسميه نحن وش المحيط السكاني. لإطار معركة عندي معركة من المعارك، لا، إذا أردت أن أنجح كقائد لمعركة من المعارك في هذه المنطقة لا يمكن لي أن أنجح إلا عندما أكون مسيطر على نسبة 85% على من؟ على أبناء هذه المنطقة، ليكونوا أيضا رافد أساسي وكبير وداعم لي. فالمقاومة الشعبية اليوم هي إسناد للجيش الوطني، ولذلك في نهاية المطاف من أرى يعني أنا عندي دكتور مؤهل، عندي مدرس مؤهل، عندي أيضا صيدلي مؤهل، عندي مهندس مؤهل، عندي كهربائي مؤهل، لكن نتيجة لإقصاء الانقلابيين لكل هؤلاء اضطروا للدفاع عن أنفسهم وانضموا إلى المقاومة في يعني مع من؟ مع الجيش الوطني. في نهاية المطاف
هو سيعود الى 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 الى, إلى, إلى اطار الطب، الى اطار الهندسه، الى اطار التدريس، الى اطار كذا. اليوم الناس يعني على سبيل المثال في تعز معظم الطلاب الذين كانوا يقاتلون في اطار جامعه صنعاء اليوم يعني تركوا اسلحتهم في البيوت وعادوا الى 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 الصفوف الى الصفوف الدراسيه الى الصفوف الدراسية. طيب دعنا في هذه النقطه يعني نشرك معنا في الحوار القيادي في المقاومه الشعبيه سيد محمد النقيب. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير عليك اخي وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا بكم استاذ محمد. هذا العام عام 2016 شهد الكثير من المحطات في اطار العمليات على الارض، اطار التنسيق ما بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. كيف كان بالنسبة لكم أنتم في المقاومة الشعبية على حصيلة يعني العمليات العسكرية على الأرض؟ حقيقة عام 2016 كان من الأعوام الحافلة بالتحولات، وكان من أهم هذه التحولات تحول من حالة الدفاع إلى الهجوم، والتحول من حالة الاكتفاء الانكفاء والتواري إلى حالة الاندفاع الشعبي العارم، والخروج من حالة الارتباك والحيرة والحياد السلبي التي سادت في جراء ما نجم عن الانقلاب الأسود في 21 سبتمبر 2014 إلى الفعل المقاوم المصر على النص والتحول في الباين والواضح في الإرادة الجماهيرية نحو الإرادة الجماهيرية الصلبة، وبرز ذلك بوضوح في الكثير من المواقف التي سجلها الأبطال وبروز القيادة الميدانية على مستويات الوطن المختلفة وارتفاع الأداء المقاوم بشكل لم يكن له مثيل، بالإضافة إلى ذلك انكشاف الزيف الخطاب الانقلابي وتعريه وفقدانه للأثر الذي كان يريد أن يحققه من خلال انكشافه بأنه خطاب ديماغوغي مغالط مناطقي طائفي بغيض يعمل للآخر ولا يعمل للوطن، ومجرد ألعوبة بيد الآخر وورق على وحجر على رقعة الشطرنج. وكذلك انكشاف خطط هذه الميليشيات وتلك الهالة التي كانت قد حاطت بها نفسها بأنها قادرة على تحقيق المكاسب والانتشار وأنها تتقدم دون أن تتقهقر وأنها منزوعة الريوس. انكشف هذا الخطاب وانكسر وظهر حقيقته على الواقع، وتم يعني الاحتواء وتأطير الرغبة الجماهيرية العارمة التي اندفعت للدفاع عن الوطن بمختلف الساحات والجبهات والمحافظات بإطار المقاومة الشعبية التي كان المسار التفاوضي الذي أخذ وقتا من الزمن يعتبر إيجابي، حيث تم استغلاله في بناء وتدريب وتأهيل وتجهيز وإعداد المقاتلين ورفض الجبهات بالخبرات، وبالتالي كان الانتصارات التي تحققت لاحقا في كل الجبهات ومنها محافظة تعز كان هو نتيجة لهذا الجودة في التوظيف، روح معنوية عالية وإرادة جماهيرية صلبة وجودة للتوظيف واستغلال للمسار التفاوضي وتأهيل الأفراد والشباب حتى تم إرفاد الجبهات بكفاءات وقدرات وفهم خطط وتكتيكات الآخر. كل هذه العوامل وكل هذه التحولات حققت المكاسب على الأرض، وبالتالي على مستوى الجبهات في تعز حقيقة عام 2016 كان عام يعني انتصارات، تم كسر الحصار، كانت تعز أخي محصورة. طيب أستاذ محمد، جولة المرور وجولة الأخوة وهذه لا تساوي سوى 4 كيلومتر مربع تقريبا. اليوم أصبح يعني الإنقلابيين أكثر من 25 جبهة مشتعلة وقتال شرس وإرادة جماهيرية صلبة واندفاع لم يكن بالحسبان أن يندفع الشباب وأبناء المحافظة وكل المحافظات من كل المحافظات اندفعوا للانضواء في إطار المقاومة الشعبية. ومن أهم ما التحولات في هذا العام دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وعودة القيادة السياسية للدولة لممارسة مهامها من الداخل. طيب في هذه النقطة أستاذ محمد، في هذه النقطة الآن ما هي أبرز الاحتياجات الميدانية لكم سواء في المقاومة أو في قيادة الجيش المتواجدة في الميدان لأن تحسم العملية بشكل أسرع؟ هل هناك إشكالات بأي شكل أو بآخر؟ حقيقة أخي لابد الأخذ بعين الاعتبارات ثلاث مسارات.
بعد الانتصارات وتحقيق هذه المكاسب خلال عام 2016 ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عام 2017 بأنه عام تحقيق ترسيخ المكاسب والإنجازات على الواقع العملي من خلال عدة مسارات، أهمها المسار العسكري باستكمال دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وبناء مؤسسة عسكرية وطنية وصياغة وعي عسكري مقاتل ولا لله ثم للوطن، لا لمنطقة ولا لقبيلة ولا لحزب ولا لفئة، لأننا عندما تكشف ظهرنا في الانقلاب الأسود وعندما خانتنا المؤسسة العسكرية ينبغي أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. مشكلة اليمن عبر المراحل التاريخية العديدة هي المؤسسة العسكرية، عندما كانت هذه المؤسسة تصاغ بكيفية وينضوي في إطارها نطاقات جغرافية محددة وذات ولاءات لأشخاص وفئات ونطاقات جغرافية وأفكار قاصرة غير وطنية، كانت النتائج مأساوية، وعلينا أن نأخذ هذا في عين الاعتبار. هذا ما يتمثل في الملف السياسي. أما الملف الثاني وهو المسار الأمني، حقيقة أخي ينبغي أن يؤخذ هذا المسار بعين الاعتبار من حيث الأهبة ومن حيث الاستعداد ومن حيث التدريب ومن حيث التجهيز ومن حيث نقل الخبرات حتى نستطيع أن نرسخ الانتصارات على الواقع، نجسدها واقعا عمليا يتفيأ ظلاله الصغير والكبير، ونشعر أبناء الوطن بأن جهودهم وصبرهم ونضالهم وثباتهم وبطولتهم لم يذهب سدى. المسار الثالث وهو المسار الإداري، المسار الإداري المتمثل في عودة السلطة المحلية للقيام بدورها، المكاتب التنفيذية، مدراء المديريات، الأجهزة الرقابية، المؤسسة القضائية والنيابات، هذه في غاية الأهمية. مسألة تحصيل الموارد وإعادة تفعيلها حتى يشعر المواطن بالأمان وبالدفء العسكري وفي الأمان الأمني وبالخدمات التي هي مخرجات للأداء الإداري لأجهزة الدولة المختلفة. إذن أشكرك القيادي في المقاومة الشعبية سيد محمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وبالعودة إليك سيادة العميد. الآن هناك الكثير من الحديث عن حاجة للتواصل مع القيادات العسكرية التي توالي المخلوع، لكن هناك قد يكون نوع من الأمل في أن تعود إلى صف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة استعادة الشرعية من الانقلابيين. إلى أي مدى الشرعية تقوم بفعل في هذا الأمر؟ الآن طبعا حتى يكون الأمر واضح، هناك ترتيب بالنسبة لقضية من أراد أن ينضم. تم إعلان هذا يعني بدعوة من رئاسة الأركان العامة، أيضا من رئاسة الجمهورية، على أنه من أراد أن ينضم ويعود إلى حضن الجيش الوطني فليتفضل. هناك معسكرات استقبال الآن في مأرب، معسكر استقبال في العابر، معسكر يعني لهذه الأغراض. لكن هناك أقصد ما من وجهة نظري أنا، أنه قد نتطلب أو قد يتطلب الأمر لانضمام مثل هؤلاء الأبطال الأحرار الذين ما زالوا متواجدين في كثير من مناطق الجمهورية، لكن في الحقيقة أنه قد يأتي الوقت المناسب وقد نحتاجهم في أماكنهم في مواقعهم في معسكراتهم. قد لا يستدعي الأمر أن يتم تفريغ كل الوحدات اللي هم متواجدين فيها، أو يتم تفريغ كل الأماكن اللي متواجدين فيها حتى وإن كانوا في المنازل. نحن قد نحتاجهم في الدخول إلى صنعاء، نحتاجهم أيضا في إب، نحتاجهم في مناطق متعددة، نحتاج أن يبقوا فيها. هناك أيضا الآن يعني بداية لانفراجة قوية بالنسبة لصرف المرتبات للجيش الوطني ومن عام سلام، فإن شاء الله الأمور ستفرق في هذا الاتجاه. لكن من وجهة نظر الشخصية أن بقاء كثير من الناس والقيادات والضباط والناس الذين يحملون الهوية الوطنية الحقيقية، أن أماكنهم والبقاء في أماكنهم هي أفضل. طيب، لدي الآن سؤالان سريعان. الأول، ما هي الدلالة التي يجب أو المطلوب إيصالها لزيارة نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر إلى نهم؟ ما هي الدلالة التي يجب أن تصل للناس من ذلك؟ الدلالة واضحة جدا، أن الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية نائب القائد العام للقوات المسلحة أنه بمثابة الضوء الذي يدخل إلى كل مكان. هذه الرسالة الحقيقية. الرسالة الثانية أن الفريق الركن علي محسن الأحمر كما كان وكما هو كائن وبإذن الله عز وجل يعني سيستمر موجود على قمم الجبال والسهول في المناطق في كل منطقة، وسياسي في مكتبه وقائد في معركته وموجه للمعارك بشكل عام. هذه الدلالة الرئيسية على أننا قادمون يعني إلى صنعاء وإلى استئصال الانقلاب بإذن الله عز وجل في كل أنحاء اليمن. طيب، قصرت المدة
أو طالت سنأتي يعني سنأتي. طيب السؤال الأخير يتعلق بلجنة التهدئة والتواصل المعنية بظهران الجنوب التي كانت يجب أن تكون في ظهران الجنوب، الآن هناك حديث عن ذهاب إلى الأردن، ما هو الجديد بخصوص هذه اللجنة؟ هذه تبنتها الأمم المتحدة ترتيب لجنة التهدئة والتنسيق على أساس أنها لجان تنسق وتهيئ لقضية وقف إطلاق النار في القادم أو ربما لحل سياسي يريدونه هم في الأيام القادمة. ستكون لجان التنسيق هذه هي المقدمة للتهيئة لوجود حل سياسي. لكن في ما هو هنالك أهم من هذا كله، ما هو أهم من هذا كله يجب أن يلتفت العالم إليه، يجب أن يلتفت التحالف إليه، يجب أن يلتفت المنطقة الإقليمية بشكل عام، أن هنالك وهو وجود الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة الآن في محافظة وفي شعاب صعدة، حيث الآن ما يمثل الخطر الحقيقي للأمن القومي الإقليمي والأمن القومي يعني في المملكة العربية السعودية ودول الخليج هي الأسلحة المتواجدة في محافظة صعدة، وذلك يجب التركيز بشكل قوي وواضح وفعال على محافظة صعدة بشعابها في الأزقول، في مطرة، في آل سالم، في نقعة، في أخلة، في طخية، في ضحيان، في وادي صالح، في وادي العين، في قرعين، كلها في العمشية. هذه المناطق تعد بالسلاح القوي وهذه هو الخطر. وحتى تكون المعلومة مؤكدة، ما استهدف في البحر الأحمر صاروخ انطلق من صعدة، وما استهدفت في مكة المكرمة صاروخ انطلق من صعدة، فصعدة هي تمثل الخطر الحقيقي للأمن الإقليمي والأمن اليمني. إذن أشكرك سيادة العميد ركن عسكر زهيل، كنت معنا أنت وعضو الفريق الحكومي في المشاورات، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.